وأنني على قناعة تامة إن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسة الدولة هو منهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكا منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناء وتقريب وجهات نظر وتحقيق توافق حول حلول متاحة. وهنا أود الإشادة باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار الذي يتعين أن تنبثق عنه الآليات المعقولة لخروج من الأزمة، وهو موقف يحسب الأهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف، وما تأكدنا في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيم من طرف كافة فئات شعبنا الأبي، بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة وفي إطار تغليب المصالح الأولى للوطن، إلا دليل قاطع على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لا سيما في ظل وضع إقليمي متوتر. وقد حققت مجمل ترتيبات متخذة توافق وطني لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات مختلف ولايات الوطن، باستثناء أقول باستثناء بعض الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقترحة وتعمل على زرع النعارات والدسائس بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراها، أقول من يقف وراها. وقد انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها مختلف فئات الشعب التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة في بلورة وإيجاد مخرج للأزمة.